طبعا تصريح أخير للسيد عضو دولة القانون سيد سعد المطلب اللي يقول غياب التيار الصدري له أثر كبير على عمل الحكومة العراقية، والأخوة بالتيار الصدري عودتهم ضرورية جدا للعمل داخل مجلس النواب العراقي، وعودتهم لساحة وجودهم له تأثير إيجابي. من شو وقت دولة القانون تحب التيار الصدري؟ من أول ما تأسس التيار الصدري. شخص طبعا انت هل شنو هالتقارب؟ شنو هالتغازل؟ انت هل تعلمين ان التيار الصدري في فتره حكومه السيد المالكي كان هو بيضه القبان لمنح اصوات للسيد المالكي حتى يصعد؟ صحيح. ماكو اي اشكال. ثالوث مشؤوم. ثالوث مشؤوم؟ ليش؟ مش عليه يعني سيد مقتدى يقول مواني. لا 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 يعني الخلافات السياسيه قبل كم يوم اعادها خطيب جمعه. الخلاف اني شوفي اني ما لي علاقه بخطيب جمعه بتصريح فلان. تغريده واضحه للسيد مقتدى الصدر. ايش قال؟ ثالوث لا يمكن صالح محمد العراقي. انا يعني ما لي علاقه بهذا التصريحات حقيقه ولا يعني ادخل بهذه السيد وائل. لا انا انطيك الحقيقه. اكو انا انطيك الحقيقه، يعني شاء من شاء وابى من ابى. لو الان السيد المالكي يخرج ويقول لا رغبه لي في وجود التيار الصدري، ستجدين وتسمعين مني انا المتحدث وائل الركابي انتقد هذا التصريح. اقول ما معقوله، شئنا ام ابينا التيار الصدري كتله سياسيه كبيره، جزء من مجتمع. يعني احنا ليش ضدها؟ ضدها ليش بشنو؟ التصريحات عن التقارب تصدر بس من دوله القانون بينما التيار الصدري دائما نافر لهذه التقارب؟ لا لانه خلاف، يعني لانه خلاف سياسي. والتيار الصدري وشوف التيار الصدري خلاف. التيار الصدري يتميز بميزه يختلف عن بقيه الكتل السياسيه. التيار الصدري لديه جمهور. اي أغلب عادة ما تصريحات سماحة سيد مقتدى الصدر أو كل تصريحات التيار الصدري يناغم جمهوره. دولة القانون ما عندها جمهور واحد، جمهورها لربما نخبوي. يعني قد تسمعين وائل اللي محسوب على دولة قانون أو غيره ينتقد دولة القانون. التيار الصدري بجمهوره ما عنده هاي الميزة، ما عنده هذه الحالة. الآن المشابه لهذا الجمهور هو جمهور تقدم، الزعيم الاوحد والما الى ما حد يحكي على طاري يجيب طاري السيد الحلبوسي. يا اخوان ليش يعني هذول الذي يجب ان ينتقدون حقيقه؟ الواقع الحقيقي انه في عمليه سياسيه يصدر من قائدها بعض الممارسات. فهمني هاي التصريحات، التصريحات المتقاربه التي امنيه دوله القانون. امنيه دوله القانون الابتزاز السوداني. ابدا ابدا. ليش يعني انا ما ادري داقلش. أنا قبل أسبوع تقريبا يعني حديث من السيد المالكي من فمه لأذني، هذه مو واحد نقل فلان عن فلان. زين. رغبته بعودة التيار الصدري، الابتزاز لا السوداني. وجود لضرر، لا وجود لخلاف مع دولة الرئيس السيد محمد الشياع السوداني. لا حديث الآن لوجود تحالفات. وهي هنا أكو مشكلة، بعض الأحيان التصريحات عندما تفهم وتؤول على شيء غير حقيقي. نعم دعا إلى انتخابات مبكرة، لكن هل تعتقدين أنه هذه الدعوة التي يعتقد السيد المالكي أنها تنفذ 100%؟ ألا ينبغي على هذه الفترة القليبة من بعد، هو يقول نهاية السنة يعني على أساس زين بشرفك هساي بعد باقي لنا 4 أشهر 5 أشهر، ما موجود لحد الآن أي نوع من أنواع التحالفات ولا وجود لأي حالة من حالات التقارب مع سين أو قاد من دولة القانون تغزلا وتقاربا بالتيار الصدري، في حين سيد مقتدى واضح يقول لا يجمعنا معهم حتى حب الحسين. هسه هذا تصريح أولا قديم، هذا في أيام الأزمة. يعني هسه بالجديد هذا في أيام الأزمة أكو تقارب طبعا، بالدليل الآن أنه شكر حتى البرلمان العراقي على إقرار قوانين كانت من دعوة السيد مقتدى الصدر يعني مرحب بيها. واضحة يعني ما عنده أي مشكلة الآن.